طيب عتبات البهجة بقى طبعا زي ما احنا عارفين وإمبراطورية ميم، خليني أقول إنه المتحدة هذا العام بتدينا كده مذاق للأدب في رمضان 2024، مذاق حلو وحلوة قوي لما كده يعني ننهل من الأدب، لأنه احنا عندنا رموز وحاجات حلوة نقدر نرجع لها كل وقت، وده قيمة الفن المصري. هروح للزميلة العزيزة الناقدة الفنية دعاء حلمي. مساء الخير يا دعاء. مساء الفل يا استاذه شفتي، ببقى سعيده مع حضرتك. انا أكيد. كمان بص يا دعاء، الموسم بدا وخلاص انت معانا بقى، يعني خلاص هنبدا نتابع البورصه، هنبدا نتفرج ونذاكر ونتابع المشاهد ونتكلم. طيب دعاء، يعني السنه دي المشاهد المصري والعربي هيتابع عملين والاثنين ماخوذين من اعمال ادبيه، ودي الحقيقه ايضا يعني اتجاه رائع، يعني المتحدة ده مش أول سنة تعمله، ولكن هو اتجاه جميل في التنوع، رأيك إيه؟ الحقيقة إن دايما بنقول إن أحسن حاجة فكرة الروايات بالذات إن ما تبقى روايات أصلية، يعني من كتاب كبار زي إبراهيم عبد المجيد أو زي أحسن عبد القدوس أو يوسف إدريس. إحنا محتاجين طول الوقت فكرة العمل المتكامل اللي ليه بداية ووسط ونهاية، اللي كمان لو مرتبط كمان مع ذهن المتفرج، يعني زي في حالة إمبراطورية ميم، يبقى ده شيء لطيف عشان يبقى نشوف الأبديت أو الأبجريد أو التطور الزمني حصل إيه على مستوى الرواية الأصلية يعني. طيب خلينا ناخد كده نقول، يعني خلينا عتبات البهجة هي موجودة على الشاشة، كمان نجم يحيى الفخراني وجوده على الشاشة مهم جدا، عمل أدبي مهم جدا، يعني ده برضو بيدي ثقل للدراما بشكل مختلف يعني. ده حقيقي، وبعدين أنا لفت نظري إن هو طالع يوتيوبر، يعني ده بيقول لك ان مواقع التواصل الاجتماعي مش دايما بتبقى حاجه سيئه، لا ساعات بتبقى متنفس لاصحاب المواهب الحقيقيه حتى كان لو عمرهم قد ايه. فالحقيقه ان اللفته دي والمغامره دي ان يعملها الفنان الكبير يحيى الفخراني، اولا بان هو يوافق ان هو يبقى 15 حلقه فقط، ثانيا انه يبقى يوتيوبر، انا ده عامل لي علامات استفهام، ويا ترى هيقدم فكرة البلوجر دي هيقدمها ازاي وهو في السن دي. ده بيشجع كل الأعمار ان كل واحد صاحب موهبة حقيقية ومحتاج لنافذة توصله. فالحقيقة الرسالة دي أول حاجة لفتت انتباهي يعني. لا عارفة كمان يا دعاء هي الفكرة إيه؟ الفكرة اللي بتقدم من خلال العمل إنه فنان يحيى الفخراني كمان بيقول إنه أنا ممكن أكون بلوجر أو أكون إنفلونسر، ومش ضروري أكون شاب بس، كل الأعمار تقدر تعمل ده، لكن المهم المحتوى إيه؟ الرسالة بالضبط. الرسالة اللي بتتقدم إيه؟ فطبعاً هو كمان بيحاول يواكب ما يحدث، يعني يبقى قريب من المجتمع والتطور اللي بقى موجود باختلافه يعني. وخدي بالك سواء ان فكره شهر الفرحه او فكره عتبات البهجه، قد ايه الناس محتاجه الفرحه الحقيقيه والبهجه الحقيقيه، لان هي دي رسالتنا في الحياه، رساله الفن عموما ادخال البهجه طبعا وادخال السعاده الحقيقيه. فالحقيقه انا بحيي الشركه المتحده على الشعار ده، وبحيي الفنان يحيى الفخراني ان يودينا دايما للبهجه بعيدا عن كل الطاقات الظلاميه وبعيدا عن اي صحيح قلاقل دمويه وكل اللي احنا بنشوفه على الشاشات للاسف الاخباريه. احنا محتاجين للبهجه وللفرحه حقيقي ولكل الحاجات الحلوه دي. طيب سريعا جدا امبراطوريه ميم، يعني كمان احنا طبعا قصه الاديب الكبير احسان عبد القدوس وقدمتها العظيمه الفنانه فاتن حمامه على الشاشه بروحها وبطريقتها وبفريق العمل اللي معاها. السنه دي بقى احنا بنشوفها بروح تلفزيونيه وبنجم، والروايه اصلا كانت رجل اعتقد البطل، فهتشوفيها ازاي يعني؟ فضولي برضو وعايز اعرف احنا هنتعامل ازاي مع مختلف الاجيال المختلفة، يعني ما شاء الله العدد الاطفال الكبير ده. خالد النبوي هو طول الوقت بيقدم لنا اللايت الاجتماعي، هو بقى ميال للشكل ده من الدراما، والحقيقة ان هو ناجح في ده، الناس بتحبه في الستايل ده. فعايز اشوف بقى امبراطورية ميم ما تقدم بشكل راجل، مع ان هناك كانت في الفيلم اللي احنا كلنا ارتبطنا بيه كانت الست هي المحور وكانت هي الاساس وكانت عايزه تتجوز، طب رد فعل ولادها ايه؟ طب هنا بقى خالد النبوي هل هو هيبقى نفس الاشكاليه؟ هل هو صح عشان فكره ان هو عايز يتجوز بس يعني، ولا والاختلاف كمان لانه دراما غير السينما، فهنشوف التناول هيبقى عامل ازاي يعني. اكيد بالظبط
أكيد. فالحقيقه انا مبسوطه لفكره ان احنا بنلجا للروايات، وكل ما كانت كمان روايات حديث وقديم وجديد، والشباب الكتاب الكبار او الشباب اللي اسمهم لمع في الفتره الاخيره في مجال الروايه كمان يتم الاستعانه بيهم، ده شيء هايل، وان احنا بنقلب التربه ونطلع كتاب جدد ونطلع افكار جديده. فالحقيقه ان ده بتحمله دايما على عبئها الشركه المتحده. اكيد، وانا عاجبني شعار نقلب التربه، التربه المصريه اصلها غنيه جدا كلها جداً. كنوز فنيه. بشكرك شكرا جزيلا يا دعاء، ولسه لينا لقاءات اكيد ان شاء الله مع بدايه الشهر الكريم الناقده الفنيه دعاء حلمي. اشكرك شكرا جزيلا.